اللهم إنا نسألك، فإنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى. اللهم ارض عن آل نبيك وأصحابه وأزواجه وذريته، وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وبطن لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا ليس بعده كفر، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأقومها، لا يهدي لأحسنها وأقومها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، ويا جار المستجيرين أجرنا. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستهديك فاهدنا، ونستغفرك فاغفر لنا، وندعوك فاستجب دعاءنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع رجاءنا في من سواك،
اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عيوننا من رضوانك ورحمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع رجاءنا في من سواك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا العزة التي لا ترام. كلنا خير معين، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك. اللهم اجعلنا كالغيث أينما وقع نفع، واجعلنا كالشمس تغرو في مكان لتشرق في مكان آخر فهي في شروق دائمة. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومنكرات الأقوال والأحوال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وأنفسنا من الشح. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تصرف قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم ثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك، واجعلنا أغنى الناس بك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، وزيارة مسجد نبيك محمد سيد الأنام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة،
وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، ومتعنا بالنظر إلى وجهك، وأظلنا تحت ظل عرشك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى فهم عن النار مبعدون. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا غائبا إلا مجبورا رددته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك، واجعلنا أغنى الناس بك. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في صحتنا، وبارك لنا في أهلينا وفي أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في كل ما أعطيته لنا. اللهم أجب دعاء من دعاك. اللهم حقق لكل من طلب منا الدعاء، حقق له أمنيته، وحقق له مقصوده ومرغوبه، واجعلنا وإياه في عليين. اللهم اجمعنا مع أحبابنا ودعاة الخير فينا، وكل من سبقنا على طريقك المستقيم، وكل من يلحقنا من بعد. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا وغمنا،
اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حدود القرآن وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم اجعلنا وأبناءنا ونساءنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا، اجعلنا جميعا يا ربنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا هدي القرآن وهداية القرآن وحكمة القرآن وشفاعة القرآن، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الحق وأهله، واهزم الباطل وجنده. اللهم فك كرب المسلمين، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، واجعلنا في أمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم عليك بمن آذى المسلمين واعتدى على المسلمين وسفك دماء المسلمين واستباح حرمات المسلمين واستولى على أرض المسلمين وأعان أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعظمونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تتركنا في غفلة، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين القانتين المنفقين المستغفرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حجا عاجلا غير آجل إلى بيتك الحرام، وعمرة وزيارة، ولا تحرمنا من هذه الأماكن الطاهرة المقدسة أن نكون عليها دائما من المترددين. واقبل من الحجاج حجهم ومن المعتمرين عمرتهم، واجعل لنا نصيبا في دعائهم، ولا تخرجنا من هذا الوقت وهذا اليوم إلا ونحن مغفور لنا أجمعين يا رب العالمين. أنت ربنا وأنت حسيبنا، لا نلجأ إلا إليك ولا ندعو إلا إياك. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، تقبل منا دعاءنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.